بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند باب ما يوجب الغسل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، أي ما يجعل الغسل واجبا على المكلف. والغسل هو التعبد لله عز وجل بإسالة الماء الطهور عموم البدن على صفة مخصوصة. هو التعبد لله عز وجل بإسالة الماء الطهور على عموم البدن على صفة مخصوصة. ثم ذكر المؤلف ما يوجب الأشياء التي توجب على المكلف الغسل. قال: وهو، أي ما يوجب الغسل، سبعة: أحدها انتقال المني، انتقال المني. فما هو المني؟ المني يخرج من ذكر الرجل، كذلك فرج المرأة، أربعة سوائل تقريبا المعتادة: البول وهو معروف، ويخرج المني، والمني له علامات، ويخرج أيضا المذي، ويخرج الودي. فحتى نميز بين يعني هذه الثلاثة، خاصة المني والمذي والودي، فنقول المني له علامات: أولها أنه أبيض بالنسبة للرجل وأصفر بالنسبة للمرأة، لونه أبيض بالنسبة للرجل وأصفر بالنسبة للمرأة. العلامة الثانية أن مني الرجل غليظ ومني المرأة رقيق. العلامة الثالثة أنه يخرج متدفقا، يخرج متدفقا بشدة، وليس يعني يخرج يعني يسيل سيلانا، لا، إنما بدفق يخرج. العلامة الرابعة: يصاحب خروجه شهوة وتلذذ، حينما يخرج أن الإنسان يشعر بشهوة ويشعر بتلذذ. العلامة الخامسة أنه يعقب نزوله فتور، يشعر الإنسان بفتور بعد نزول المني. على سادسة: رائحته، إذا كان رطبا فرائحته كرائحة طلع النخيل، قريبة من رائحة العجين، وإذا كان يابسا فتكون رائحته كرائحة البيض. فهذه العلامات الستة للمني تميزه عن غيره. ننتقل بعد ذلك إلى المذي، أيضا نبينه. والمذي سائل أبيض رقيق لزج، فهو سائل أبيض رقيق وليس غليظ بالنسبة لمني الرجل، بل هو رقيق لزج فيه لزوجة، ليس له رائحة المني، ليس فيه رائحة المني، ويخرج بدون دفق، يخرج بدون تدفق، حتى أن ممكن الإنسان لا يشعر بخروجه، ممكن أن الإنسان لا يخرج أو لا يحس عفوا بخروجه. ويخرج عن شهوة ولكن ليس عند اشتداد الشهوة، المني يخرج عند اشتداد الشهوة، أما المذي فهو يخرج عند شهوة خفيفة لا لم تصل إلى حد الشدة، وهو غالبا يخرج عند مداعبة الزوجة أو عند تقبيلها أو عند النظر، أو أحيانا قد يكون عند التفكير بالجماع ومقدماته. والناس يختلفون فيه، فمنهم من يخرج منه كثيرا، ومنهم من يكون يخرج منه قليلا، يعني قليل ما يخرج منه المذي، ومنهم من لا يعرفه أبدا. وأما الودي الثالث أو الرابع، طبعا قلنا البول وهو معروف، ثم المذي ثم المذي والآن الودي، فهو سائل أبيض كدر، يعني ليس صافيا، ثخين
ولا رائحة له، يخرج عقيب البول ويخرج غالبا قطرة قطرتين هكذا، فهو في الحقيقة يعني تابع للبول، يعني غالبا يخرج الإنسان اللي يكون عنده تقطع في البول يخرج مثل هذا. فهذه يعني علامات المني، وأيضا ميزناه عما يشابهه. نعود إلى ما ذكرها المؤلف، قال وهو أي علامات أي ما يوجب الغسل، موجبات الغسل سبعة. قال أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. هذا الموجب الأول يقول لو أن إنسانا مثلا شعر بشهوة وشعر بانتقال المني داخل ذكره فأمسكه حتى لا يخرج فلم يخرج، حبسه فلم يخرج المني، قال عند الحنابلة أنه يعتبر موجب للغسل، أنه يجب عليه الغسل حتى لو لم يخرج. من أحس بالانتقال فإنه يجب عليه الغسل. لماذا؟ يعني ماذا تعليلهم؟ قالوا لأنها توجد شهوة، لوجود شهوة بانتقاله أشبه ما لو يعني ظهر وخرج المني. ذهب هناك قول ثاني جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أنه لا يوجب الغسل، مجرد الانتقال دون أن يخرج لا يوجب الغسل من أجل الانتقال، حتى لو أنه يعني ذكروا أنه لا يجب عليه أن يغتسل له. طيب لماذا؟ يعني قالوا أنه لم يوجد دليل. ثم قولهم أنه شهوة، قالوا نعم شهوة إذا صحبت خروج المني، أما شهوة بدون خروج المني فلا توجب الغسل. الأدلة جاءت نعم إذا خرج المني بشهوة، لكن استدلال بالشهوة لوحده وتعليق الحكم عليه هذا غير صواب. فلذلك نقول أن الصحيح عدم الوجوب. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني أن الغسل من خروج المني، وهنا لم يخرج المني. فبالتالي الصحيح هو قول الجمهور أهل العلم أنه إذا مجرد انتقال دون أن يخرج المني فإنه لا يوجب الغسل. ثم قال المؤلف فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا مبني على اللي قبله، قالوا لو أنه شعر بالانتقال المني ثم حبسه فلم يخرج فاغتسل، لأنهم هم يرون الوجوب مجرد بناء على أنه انتقل، قالوا فإن خرج بعد الغسل، وغالبا أنه إذا خرج بعد الغسل بفترة يعني أنه يكون بدون لذة، فقالوا لم يعد الغسل، لا يعيد الغسل مرة ثانية، لا يعيد الغسل مرة ثانية. طبعا الكلام هنا إذا كان هذا المني تابع للمني الأول، ما هو سبب جديد، يعني السبب هو نفس السبب الأول، يعني خروج المني مرة يعني خروج المني هنا للمرة الأولى تابع للسبب الأول. بمعنى لو أن إنسان نفترض مثلا داعب زوجته فشعر بالانتقال فحبسه لم يعني يخرج، قال الحنابلة يرون أنه يجب على الغسل. فلو أنه ذهب واغتسل وبعد الغسل خرج المني التابع لل يعني الشهوة السابقة، قالوا لا يعيد الغسل. لماذا؟ قالوا لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. وأهل العلم يخالفونهم هنا كما خالفوهم بناء على مخالفتهم السابقة، لأنهم قالوا الغسل الأول كان بلا سبب شرعي للغسل، أنتم اغتسلتم بدون وجود سبب له، لأن مجرد الانتقال عند الجمهور لا يعتبر سببا موجبا للغسل. فقالوا لأن سبب الغسل الشرعي وجد الآن بعد الشهوة، ثم بعد فترة نزل المني لكونه حبس، وجد حبس منه بسببه، أما الانتقال قالوا فليس هو يعني سبب. وهذا هو الصحيح قول الجمهور، لأن الغسل السابق ليس يعني بعد سبب شرعي. أما لو خرج المني ابتدائي
هذه الصورة اللي ذكروها، لكن نذكر صورة أخرى مشابهة لها قد يلتبس. لو أن الإنسان يعني نفترض أنه جامع أو قبل داعب، فخرج المني ثم اغتسل، بعد الغسل خرج مني تابع للمني الأول ولذات السبب الأول، فهنا الجمهور على أنه لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه اغتسل له، وإنما هذه أشياء متبقية غالبا تحصل لبعض الأمراض أو بعض الحصول يعني أشياء في الذكر، فيخرج المني مرة أخرى، فهنا نقول لا، اغتسل له، هذا سبق أنه نزل المني واغتسل له وبقي من هذا المني شيء فخرج بعد الغسل، فلا يضر ولا يوجب الغسل مرة أخرى. أما إن وجد سبب جديد، شهوة جديدة أو تقبيل جديد فهيج نزول المني مرة أخرى، فهنا يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا سبب غير السبب الأول. إذن هذا هو الموجب الأول. نعم. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. نعم، الموجب الثاني خروج المني من مخرجه، يعني أن يخرج المني من مخرجه المعتاد، وهو يعني الذكر أو بالنسبة للمرأة فرجها. أما إذا خرج من غير مخرجه، مثل يعني مثل الفقهاء، مثلا لو تعرفون أن أصل المني من الصلب، لو انكسر صلبه ظهره فخرج مني، فهنا لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه ما توجد شهوة وخرج من غير يعني مخرجه المعتاد. فقولهم هنا خروجه من مخرجه المعتاد هو ذكر أو الفرج المرأة، ولو دما، أي يعني لو صاحب خروجه دما، لو صاحب خروجه أو خرج لونه أحمر لمخالطته مثلا في دم، أو مثلا وجود مرض في معه من سبب، فأن هذا لا يضر وهو يبقى مني، يوجب الغسل. قال ويشترط أن يكون بلذة، بعض العلماء يقولون بشهوة، وبعضهم يقول بتدفق، إنه يخرج بدفق أو بشدة، والمراد أنه لا يسيل سيلانا وإنما يخرج متدفق. وحقيقة اللذة والتدفق متلازمان، يعني لا يكون المني بشهوة إلا إذا كان بدفق متدفقا، فهذا هو شرط واحد يعني، بس بعضهم يعبر باللذة بعضهم يعبر بدفق. والدليل على هذا، وهذا يعني قول عامة الفقهاء الشرط هذا، والدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي إذا فضخت المغتسل، والفضخ قالوا خروجه على وجه الشدة، وبعضهم فسره خروجهم يعني بالعجلة يعني بتدفق. قال ما لم يكن نائما ونحوه. نعم، النائم لا يشعر، هل خرج بتدفق بلذة؟ ربما لا يشعر، فالمحتلم وهو نائم ربما لا يشعر بذلك، فلا يشترط اللذة في حق النائم، لأن كما قلنا قد يقوم الإنسان ويجد المني في ملابسه دون أن يشعر به، فإنه يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. والحديث بهذا اللفظ رواه النسائي وأصله في الصحيحين. أما المستيقظ إذا لم يكن، إذا خرج من المستيقظ المني بدون لذة فلا يجب الغسل كما تقدم، لأن من شروطه أن يخرج بلذة بدفق. أما إذا خرج بدون لذة، يعني مثل بعض الناس يكون عنده سلس بول، سلس مني عفوا، يكون عنده سلس مني، الغالب يخرج بدون لذة، فمثل هؤلاء يعني لا تجب عليهم، أو مثلا لمرض قد يكون إخراجه بسبب يعني عملية مثلا معينة دون أن يشعر فأخرج المني، فهنا لا توجد لذة. نعم. قال الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها،
إلى حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو بنت تسع. نعم، الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها. الحشفة هو موضع الختان، حشفة موضع الختان، وهو رأس الذكر، رأس الذكر. فإذا أدخل غيب، يعني أدخل رأس الذكر بس، مجرد رأس الذكر أدخله في فرج المرأة، غيبه يعني أدخله بالكامل، لا يلزم أن يدخل الذكر كاملا، مجرد إدخال رأس الذكر بالكامل، رأس الذكر بالكامل حتى لو لم ينزل فإنه موجب للغسل. قال تغيب الحشفة كلها. طيب لو غيب بعض الحشفة؟ لا. وطبعا تغيب الحشفة هذا هو الجماع، هذا هو الجماع، فتغيب الحشفة كلها وإن لم ينزل فإنه موجب للغسل. قال أو قدرها، يعني قدر رأس الذكر اللي هو الحشفة، لمن ليس له حشفة، يعني بعض الناس قد يكون مقطوع الذكر قد يكون مقطوع الذكر، فإذا أدخل من القضيب الذكر، إذا أدخل ما يساوي قدر رأس الذكر فأيضا يجب الغسل، إذا أدخل أقل من ذلك فإنه لا يجب الغسل. إذن قال تغيب الحشفة كلها أو قدرها من يعني المقطوع، مقطوع رأس الذكر. بلا حائل في فرج، بلا حائل في فرج، يعني إذا أدخل الذكر بدون حائل، معناته لو وضع حائل مثل أن يكون مثلا غطى ذكره بخرقة أو يعني ما يسمى بالساتر الوقائي أو الذكري، أو بعضهم يضع حتى لا ينجب، يعني لا تحمل المرأة، يضع هذا الساتر. فعلى كلام المؤلف بلا حائل في فرج فإنه لا يوجب الغسل. طبعا إن أنزل فإنه يجب للإنزال، لكن الكلام إذا لم ينزل ومع الحائل، فعلى المذهب أنه يعني لا يجب الغسل. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فصل في هذه المسألة، قال إذا يعني غيب الحشفة في الفرج من وراء حائل، قال إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة، يعني يشعر باللذة، فهنا يجب الغسل. أما إن كان الحائل ثخين فلا يشعر باللذة، فهنا لا يعني يجب أو لا يوجب الغسل. وأيضا الشيخ يقول والأقرب والأحوط أنه أقصد والأحوط أنه يغتسل حتى في الحالة الثانية بلا حائل في فرج. إذن تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج وإن لم ينزل منه، لأن هذا هو الجماع اللي الآن ذكر. فالجماع إن كان معه إنزال مني فإنه يوجب الغسل بالإجماع، أما إذا كان لم يكن معه إنزال مني فالجمهور أيضا على وجوب الغسل، ومنهم الحنابلة. ما الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان، يعني ختان الذكر بمعنى أنه غيب الحشف، أن هذا الختان مس ختان المرأة، إذا غيب الحشف سيمس ختان الرجل ختان المرأة وجب الغسل. والحديث رواه مسلم وأيضا البخاري، وفي لفظ زائد لمسلم، في لفظ آخر لمسلم وإن لم ينزل، إضافة وإن لم ينزل. قال ولو دبرا، يعني ولو أنه أدخل الحشفة في دبر لميت
أو بهيمة أو طير. الجمهور يرون أن حتى لو غيبها في دبر ميت أو دبر بهيمة أو طير فإنه أيضا يعني يجب عليه الغسل حتى لو لم ينزل. قال ولكن لا يجب الغسل على إلا على ابن عشر وبنت تسع، وذلك لأن يعني هنا ابن عشر وبنت تسع لم يبلغا بعد، ولكن السبب في ذلك أن ابن عشر الذي لم يبلغ قالوا أن مثله يجامع حتى يعني مع عدم الإنزال، لأنه إذا أنزل يكون بالغا فمثله يجامع، وكذا بنت تسع. فقالوا يجب إذا جامع يعني غيب الحشفة بدون إنزال فإنه يجب الغسل سواء على البالغ أو غير البالغ من أجل الصلاة وأيضا من أجل الطواف. والمراد بوجوب الغسل ليس على 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 ابن عشر وبنت تسع، ليس المراد التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف، وكذلك يعني عند بعض العلماء يعني إباحة قراءة القرآن واللبث في المسجد ونحو ذلك. نعم. الرابع إسلام الكافر ولو مرتد. نعم، إسلام الكافر ولو يعني كان هذا يعني الكافر كان مرتدا، يعني أسلم ثم ارتد ثم عاد وأسلم من جديد، فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، حديث يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. نعم. الخامس خروج دم الحيض. نعم. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. نعم، الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، وهذا بالإجماع أن خروج دم الحيض خروج دم النفاس يوجب الغسل، ولكن طبعا لا يصح الغسل إلا بعد انقطاع إيش؟ انقطاع الموجب اللي هو انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، هذا بالإجماع. السابع الموت، بقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت، وهذا يشمل جميع الموتى إلا شهيد المعركة، يشمل جميع الموتى أنهم يغسلون إلا شهيد المعركة الذي مات في موضعه، لا جريح المعركة الذي ما بعدها متأثرا بجراحه، يعني ما مات في نفس اللحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم عليهم، حديث رواه أحمد وصححه الألباني. ويشمل أيضا الموتى، يشمل أيضا السقط إذا نفخت فيه الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، ونفخ الروح يحصل إذا تم له 4 أشهر في بطن أمه. تعبدا لأنه ليس عن حدث، يعني قولهم تعبدا إحنا نغسل الميت ليس عن حدث، لأن لم يرتفع مع يعني بقاء سببه، وإنما غسل الميت ليس لرفع الحدث وإنما تعبدا، الله عز وجل أمرنا بذلك. نعم. قال فصل وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وشروط الغسل 7، أولها انقطاع ما يوجب، مثل ما ذكرنا في الوضوء، يعني لا يصلح أن مثلا المني
لا يزال يخرج منه فهو يغتسل مثلا. لا يصلح للمرأة الحائض أن لا يزال الحيض ينزل منها فتذهب وتغتسل، هذا لا يصح إلا بعد انقطاع الموجب. ولكن يستثنى من ذلك الموت، الموت فإن الموت لا ينقطع، يعني ما نستطيع أن نقول صح هو الموجب وهذا الموجب لا ينقطع، الموت يبقى. الشرط الثاني النية، فالنية هي شرط لصحة كل عبادة. الشرط الثالث الإسلام، يعني فلا تصح العبادة من الكافر كما تقدم. الشرط الرابع العقل، لأن من المجهول لا يعني لا تقبل منه النية، أنه لا يعقل لا يفهم. الشرط الخامس التمييز، وقد يعني في التمييز أي بلغ سن التمييز، يعني لم يبلغ بعد وليس بصغير بقى أصبح يدرك ويفهم الأشياء، لكن قد يورد إيراد على هذا الشرط أن التمييز أصلا لا ينزل منه المني مميز الذي لم يبلغ، ولا لو كان مرأة لا ينزل منها أخرج منها الحيض ولا النفاس، فكيف نجب عليه الغسل؟ فيجاب عن ذلك أن المراد الغسل المستحب، المراد الغسل المستحب وليس الغسل الواجب. أما الواجب الحقيقة لا يتحقق بالنسبة للمميز لأنه لا يجب عليه، لأن لو خرج منه مني هو بال فيجب عليه، لو خرج يعني فتاة فخرج منها الحيض وأصبحت بالغة. الشرط السادس الماء الطهور المباح. بالنسبة للطهور احنا بينا سابقا ان الماء قسمين، ان الماء قسمان طهور ونجس، ولا يوجد طاهر. والوصف الثاني الإباحة، وأيضا ذكرنا يعني هذا مذهب الحنابلة أنهم يعني يقولون لا يصح لو غصب ماء لو سرق ماء إنه وتوضأ به لا يصح وضوء، لكن الجمهور يخالفونهم ويرون أن الجهة منفكة فيقولون يصح الغسل دون مع الإثم، يصح الغسل مع الإثم. السابع إزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء للبدن، مثل العجين مثلا إذا كان أثناء العجن يمكن يلصق به يعني عجين، أو مثلا الصباغ اليوم عندنا مثلا يصبغ فتبقى على جسده، فهذا يعني لا بد من إزالته حتى يصح الغسل. ويستثنى من ذلك من إزالة ما يمنع وصوله ما وضع للضرورة وإزالته تسبب ضرر، مثل الجبيرة كما تقدم معنا أن الجبيرة لا يعني يزيلها وإنما يكتفي بالمسح عليها. نعم. وواجبه التسمية وتسقط سهوى. نعم، واجب الغسل التسمية وتسقط سهوى، وتقدم أن الوضوء يجب فيه الوضوء مع الذكر، ويوجد فيه يعني حديث يعني وإن كان بعض العلماء ضعف، لكن يبقى وجد الاستدلال أو الدليل فيه قوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما الغسل لم يرد فيه تسمية، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الوضوء في أكثر من حديث ما ذكر فيه التسمية، ولذلك يعني المذهب يعني قاسوا على الوضوء، قاسوا الغسل كونها طهارة وهذه طهارة فقاسوا هذه على تلك. وهناك قول بعض أهل العلم وأن التسمية لا تجب في الغسل، وهو حقيقة قول قوي، وإن كان الأحوط التسمية. نعم. قال وفرض أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. نعم. قال وفرضه أنه يعم الماء جميع بدنه، أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، جميع الجسم من
أعلى إلى أسفل، لا بد أن يصيب الماء جميع بدنه. ثم قال المؤلف حتى داخل فمه وأنفه. فالحنابلة يرون يعني وجوب الاستنشاق المضمضة والاستنشاق في الغسل أيضا كما في الوضوء. وذهب جمهور العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الغسل وإنما هما سنتان. قالوا لأن هذا في الباطن وليست في الظاهر، مثل أن الإنسان ما يجب عليه أنه يغسل داخل العين، قالوا كذلك. قالوا أما في الوضوء ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال فمضمض إذا توضأت فمضمض، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين. لكن هنا لم يأتي دليل على أن الغسل يجب فيه أو تجب فيه المضمضة والاستنشاق. طبعا هم يعني قد يكون من دليلهم حديث مما يدل على أقصد تعميم الجسد بالماء بشكل عام، حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، فيبدأ بالجسد الأيمن ثم الجسد الأيسر. فتقول ميمونة فأتيته بالمنديل يعني مثل ما نقول الفوطة عندنا اليوم، فلم يردها ما يحتاجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض الماء بيديه. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. فالنبي لو تلاحظون أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالوضوء وهذه يعني هذا الأفضل، لكنه لا يجب في الغسل أن يبدأ بالوضوء. قال وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، يعني فرج الظاهر بالنسبة للمرأة فإنها أيضا تعممه في الماء، لكن الداخل لا ما تعممه. قال وحتى باطن شعرها، أيضا أصول الشعر الداخل أصل الشعر منابت الشعر لابد أن يصيبها الماء. ويحصل ذلك أن تضع الماء مثل ما جاء النبي أنه وضع حفنة ثلاث حفقات على شعره حتى الماء يصل إلى أصل وبداية الشعر. ويعني كما جاء في حديث عائشة قالت حتى ظن أنه يعني ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته فاض الماء على بدنه ثم غسل أفاض عليه الماء يقصد أقصد على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، يعني بالنسبة شعر الرأس كان المرأة شعرها إذا كان مثلا مربوطا شعر رأسها فيجب أن تنقضه. لماذا؟ حتى تتحقق من وصول الماء، لأن إذا كان مربوط ربما لا يصل الماء إلى الداخل. وهذا هو المذهب. استدلوا بحديث عائشة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي، وقد رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لكن هناك قول آخر لأكثر العلماء أنهم يرون الاستحباب وأنه لا يجب النقض لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الجنابة. طبعا الحنابلة الجنابة يقولون لا يجب، لكن قولهم بالوجوب فقط في الحيض والنفاس. وأغلب العلماء على عدم الوجوب سواء في الحيض أو في النفاس أو في الجنابة.
واستدلوا أنه جاء في بعض ألفاظ حديث سلمة أنه قالت أفأ أنقضه للحيضة؟ قال لا، يعني لا يجب عليك نقضه. والحديث رواه مسلم. وأما حديث عائشة فيعني قد يكون ليس في حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض أصلا، إنما هو في حال الحيض للإحرام. الكلام أنها إذا حاضت فتغتسل من أجل الإحرام. فصحيح أعلم أنه يعني الحنابلة كما قلنا الجنابة تقريبا العلماء عامة العلماء على أنه لا ينقض، لا يجب عليها أن تنقض شعرها. أما في الحيض والنفاس فقلنا الحنابلة يرون النقض، والصحيح عدم وجوب النقض. والصحيح الحنابلة يرون وجوب نقض الشعر في الحيض والنفاس للغسل، والصحيح أو الأكثر العلماء أنه لا يجب النقض. ومما أيضا يدل يعني على أنه لا يجب في الجنابة، قال لا الجنابة، لأنه حديث مسلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني أشدها وأجعلها على شكل ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليهم عليك الماء ظهرين. رواه مسلم. وكما قلنا في بعض الألفاظ أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، وهذا من ألفاظ مسلم. نعم. قال ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، ويكفي الظن في الإسباغ. نعم، الإنسان يسبغ كما قلنا حتى يشعر أنه أصاب جميع البدن، ويكفي غلبة الظن، يعني لا يلزم اليقين 100%، لكن إذا وجدت الغلبة، إذا وجد الظن فإن هذا، لأن أحيانا يعني قد يكون مثلا ظهره ما يستطيع أن يجزم أن مثلا أصابه، لكن هو يجتهد ويغلب على الظن أنه وصل. لذلك حتى في حديث عائشة ما يؤيد هذا، قال حتى إذا ظن أنه أن أروى أنه يعني أروى بشرته أفاض عليه الماء، ظن، وهذا متفق عليه. نعم. قال ظننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. نعم. قال وسننه، أي سنن الغسل له سنن، الوضوء قبله مثل ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة، وكذلك إزالة ما لوثه من أذى، يعني أن ما يعني غسل مثلا خرج منه المني فإنه ربما أصاب، طبعا راح يكون في الذكر، فإنه يغسله، ربما يصيب مثلا الفخذ أو الرجل أدم، فإنه يزيل ما لوثه. وحتى لو كان يعني مثلا غيره، يعني سواء كان مني أو مذي، أنه يغسله، يغسل فرجه، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل فرجه يعني قبل ذلك، قبل الغسل. وإفراغه الماء على رأسه 3، أنه يفرغ الماء على رأسه 3، وهذا ورد كما في الحديث السابقة. قال وعلى بقية جسده 3، أما بقية الجسد نعم يفرغ الماء على بقية الجسد، لكن ما جاء 3 مرات لم تأتي في الجسد، إنما جاءت في الرأس ما جاءت في الجسد. فنقول لا يوجد دليل على التثليث، ولذلك يعني نقول ما نستحبه، وإنما نقول إن أهم شيء أنه يظن أن الماء وصل إلى جميع جسده. والتيام نعم مثل ما قلنا لما في جسده يبدأ بجسده الأيمن ثم جسده الأيسر، شقه الأيمن يصله الماء ثم يصله، هذا أفضل، لأن هذا هو من التيمن، وحديث عائشة يدل عليه عموم حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن
في تنعله وترجله وفي وطهوره وفي شأنه كله. والموالاة نعم، إذا ما يقصد مثلا الرأس ثم يكون هناك فاصل كبير فترة زمنية ثم يغسل بقية البدن، لا، لا بد أن يكون متوالي. والموالاة وإمراء هنا قالت الموالاة يعني من السنن، هذا هو يعني قول المؤلف. لكن يعني إذا كان بصورة مثلا موالاة يسيرة فلا بأس، لكن إذا كان فاصل كبير يعني مثلا نقول غسل رأس، نضرب مثال، وجاءت مكالمة وأصبح يتحدث في هذه المكالمة لمدة نصف ساعة، حقيقة أن هناك فارق، لا بد أن يعيد، صحيح أنه لا بد أن يعيد من جديد غسل رأسه حتى يتحقق الموالاة. قال وإمرار اليد على الجسد، وهذا يعني بعضهم يعبر عنه بالتدليك، يعني أنه يدلك دلك الجسم، وهذا يعني أوجبه المالكية، لكن الجمهور على أنه سنة، وهذا الصحيح أنه سنة، يعني ما يشترط أنك تمر إيدك على جميع الجسد، لكن هذا أفضل لا شك سنة. لكن لو أنك فقط صبيت الماء وأغلب على ظنك أنه أصاب الجسد فهذا يكفي. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، هنا المؤلف يقول أنه يعيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ثم أنه يعيده، لكن الذي يفهم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل، يعني النبي سوى وضوء كامل ما عدا الرجلين لم يغسلها، ثم بعد انتهائه من الغسل غسل رجليه، وهذا هو الأقرب والذي يفهم من هذه الأحاديث. قال المؤلف ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة، وكذا الغسل من تغسيل الميت. والغسل الواجب هو الذي عن الحدث الأكبر كغسل الجنابة أو الغسل عن الحيض. فمن نوى غسلا مسنونا فإنه يعني من كان عليه مثلا يوم الجمعة، فشخص عليه غسل جامعة يوم الجمعة فصار عليه غسل الجنابة، غسل رفع الحدث، وأيضا يستحب له غسل يوم الجمعة. فإذا نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة فالمذهب أنه يجزئ ذلك عن الغسل الواجب، والصحيح أنه لا يجزئ لأنه لم ينوي الغسل الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ولا يغني أيضا ولا يمكن أن يحصل تداخل، لأن الأقل الطهارة الأقل أو الأدنى وهي مرتبة السنية لا تدخل أو لا يدخل فيها الطهارة الأعلى رتبة وهي الواجب، فلا يدخل الواجب فلا يكتفى أو لا يغني الأقل رتبة عن الأعلى رتبة. ويقاس ذلك أيضا على من تبرع بماله بنية الصدقة التطوع فإنها لا تجزئ عن الزكاة. وأما إذا عكس نفس الرجل هذا الذي أيضا يوم الجمعة جامع فيسن له غسل الجمعة ويجب عليه غسل الجنابة، فإذا اغتسل بنية رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فالصحيح أنه يجزئ عن غسل الجمعة وهو المذهب وهو الصحيح، لأن الطهارة الأدنى رتبة تدخل في الطهارة الأعلى رتبة. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، يعني إذا نوى بغسله رفع الحدثين اللي هو الوضوء والغسل، أو نوى الحدث وأطلق، ما بين ما فصل ما قال هل هو وضوء أو غسل، قال أمرا أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل معا، قال أجزأ عنهما، أجزأ عنهما.
نظر مثال نوى رفع الحدثين، نوى أنه يعني يتوضأ ويغسل، فإنه يغني عن الوضوء، الغسل يغني عن الوضوء. الأمر الثاني، لو نوى رفع الحدث ما حدد بالوضوء ولا حدد بالغسل، رفع الحدث فقط، فينصرف إلى الحدث الأكبر وينصرف إلى الحدث الأصغر، فقالوا هذا يغني أيضا عن الوضوء ويغني عن أيضا الغسل، ويجزئ عن الغسل ويغني عن الوضوء. لو نوى أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل، مثل نوى بذلك دخول المسجد، فإنه يغني عن الوضوء ويغني عن الغسل، يجزئ عنهما. نعم. قال: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي، ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر. نعم. قال: ويسن الوضوء بمد، و المد يعني دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، قالت يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وكذلك عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. طبعا المد ملء اليدين، والصاع أربعة أمداد يعني أربعة مرات من ملء اليدين، فهذا يدل على هذا الأمر. والصاع يعني في حدود يعني حسب يعني طبعا ذكره المؤلف بحسب يعني الأحجام ووحدات القياس المعروفة عندهم، قال: وهي رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، وهذه الأشياء. قال: والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواقي وسبعان بالقدسي، هذه الآن غير معروفة. فالسنة أن الإنسان ما يسرف في الوضوء، فيتوضأ بمد ملء يعني ماء بملء اليكفين، ويغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد كما جاء في بعض الألفاظ، وهو الصاع. والصاع كما قلنا أربعة أمداد، وهو تقريبا يساوي 2 لتر وسبعمية وثمانية وأربعين، 2 لتر وسبعمية وثمانية وأربعين، وتقريبا يساوي بالكيلو 2172 جرام تقريبا، يعني هذا هو بالكيلو 2172 جرام، هذا الصاع. طبعا قال: ويكره الإسراف. أن يكره الإسراف، ويعني أدلة الكراهية الإسراف كثيرة، ولكن يعني بعضهم يستدل بحديث رواه ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لكن هذا الحديث كما قلنا أنه رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني. قال: لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني يكره الإسراف، لكن الإسباغ بدون ما ذكر، يعني بذكر يعني يقصد المد والصاع. فإنه لا يكره الإسباغ، لأن مثل ما قلنا أن عائشة كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
نعم. قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. نعم، قال: ويباح الغسل يعني الغسل وكذلك الوضوء من باب أولى يعني في المسجد ما لم يؤذ به. يعني في السابق يتكلمون عن السابق كان المسجد تراب ما في يعني غير مفروش، وكان يعني يكون واسع، فيأتي شخص مثلا في طرفه لما يتوضأ أو يغتسل يعني تأتي الشمس تذهب يعني، فهو يعني ماء وليس فيه نجاسة، بدن الإنسان ليس بنجس، فبالتالي لا مانع من ذلك يعني يباح يجوز، إلا إذا كان في يعني إذا مثلا لو كان ناس كثر ربما يصلون إلى مؤخرة الليل ويغرقهم مثلا هذا الماء، فنعم يتأذون به. لكن اليوم صعب احنا نقول انه، لان الماء سيغرق الفرش ويسبب رائحه كريهه وغير ذلك من الامور، فليس كذلك، والحمد لله متوفره دورات المياه التي تغني عن ذلك. قال: وفي الحمام ايضا يباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم. والمحرم في الحمامات يقصدون طبعا الحمام، ليس الحمام اللي احنا اليوم نسميه هي دورات المياه، ما يقصدون هذا، إنما يقصدون الحمام مثل الحمامات التركية، مثل هذه الحمامات تجمع الناس فيكون هناك بركة في ماء يسبحون فيها الناس، وربما يعني يتفركون وغير ذلك، يتنظفون بالصابون مثل المغربي وغيره أو التركي ونحوه، فمثل هذه الأشياء، فهذه يجوز أن يغتسل فيها، ولكن أمن الوقوع في المحرم. فهو الوقوع في المحرم هنا كشف العورات، هنا الذي يعني لا يجوز في هذا المكان أن يحصل فيها كشف العورات. قال: فإن خيف، إن خاف الوقوع في المحرم اللي هو كشف العورات، إن خاف مجرد خوف يعني ما هو متيقن، كره أنه يغتسل في الحمام، وإن علم تأكد تيقن يعني علم تيقن وقوع المحرم، فإنه يحرم عليه أن يغتسل في الحمام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، وحرام ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة، وطواف زيارة وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. نعم. قال: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. يوم الجمعة يعني تستحب في يوم الجمعة، يعني من مثلا اغتسل ليلة الجمعة لا يتحقق فيه الاستحباب. في يومها لذكر حضرها، لذكر ما الأنثى لأنها ما تجب عليها أصلا، لذلك لا يعني يستحب في حقها. والدليل على هذا أنه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب كل محتلم. وأيضا في الحديث الآخر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. اتفق عليهما. وأما يعني لو أنه لم يغتسل فإنه يعني صلاته صحيحة بلا إشكال، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى يعني إلى أن الغسل واجب، واستدلوا بنفس الأحاديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب هنا، غسل الجمعة واجب، وأمر فليغتسل، قالوا والأمر الأصل فيه الوجوب، ولكن يعني مذهب يرون أن الحديثين هذان الحديثان صرف عن الوجوب لحديث سمرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث رواه أبو داود والترمذي والألباني، هو صححه الألباني عفوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث يزيل أو يرفع يعني الأمر من الوجوب إلى الصارف، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ثم قال: فأما من قال حضرها لذكر حضرها، إذا لم يحضرها عند عذر معذور مثلا من حضور الجمعة لمرض أو غيره، فإنه لا تجب عليه، إنما تجب على من يحضرها من الذكور، أو كان مثلا مسافر لا تجب عليه الجمعة، لا يعني فلا عفوا تستحب له. قال: ثم لغسل ميت، أي أنها تستحب على من غسل ميت، واستدلالا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. و وأيضا يعني هنا الأمر جاءت يعني بعض الآثار عن أيضا الصحابة تدل على أن الغسل من تغسيل الميت ليس بواجب، وإنما هو مستحب. لما سئلت عائشة: هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ قالت: لا. حديث رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح. قال: ثم لعيد في يومه، ويستدل له أيضا بأن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: هو يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وأثر علي هذا سنده صحيح. قال: ولي كسوف واستسقاء، وذلك يعني قاسوها على الجمعة والعيد. لماذا؟ قال: لأنه يعني الناس تجتمع في صلاة الكسوف، فحتى لا يشم منك الناس رائحة كريهة، يجتمع الناس حتى لا تضايق يعني الحاضرين. قال: ولجنون وإغماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء في حديث طويل، يعني في قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليه، فهو مستحب ولا يجب إجماع يعني. قال: ولاستحاضة لكل صلاح، لقوله عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش لما استحيضت قال: اغتسلي لكل صلاة. وقد صرف هذا الأمر عن الوجوب حديث فاطمة بنت أبي حبيش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عن الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن المرأة يعني المستحاضة اللي ينزل عليها دم الحيض استحاضة وليس حيض كثير، فهي بالخيار، يعني إن أرادت أن تغتسل لكل صلاة فهذا لها، لكن ليس واجب. إن أرادت أن لكن أقل الواجب أن تتوضأ لكل صلاة. وأيضا جاءت في بعض الألفاظ أن ممكن تغتسل وتجمع بين فرضين، يعني بين المغرب والعشاء وتجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، ولعله يأتي مزيد توضيح في باب الحيض إن شاء الله. قال أيضا: ويستحب الغسل لإحرام. نعم، وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، إهلاله أي للإحرام. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وأيضا حسنه الشيخ الألباني. قال: ولدخول مكة وحرمها، أيضا يستحب أن يغتسل لدخول مكة، يعني قبل أن يدخل مكة أن يغتسل، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، يعني مكان قريب من مكة،
حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. الشاهد من حديث أثر بن عمر أنه كان يغتسل قبله مكة. قال: ووقوف بعرفة، ولما روى أيضا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. قال: وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. قالوا: لأنها يعني هذه أنساك ويجتمع لها الناس، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. يعني لا يوجد نص ولكن بالقياس. قال: ويتيمم للكل الحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر ذلك. يعني إن تعذر الغسل أو الوضوء يتيمم لها إذا تعذر. نعم، أنا كان في كنت متوقع أن ننتهي من باب التيمم، لكن سبحان الله الوقت، لعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.